يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كومدوغ. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية زين الدار، مجمع أريج، ماني، سفيد للمياه المعدنية، وتيكستي تاك. كيفاش كنا نديرو من قبل؟ كومدوغ، بروني فوتر انفول. أناقة، جودة، تصميم عصري وتقليدي، منتوج 100% جزائري. زين الدار تعرض عليكم أثر يوالم الذوق ديالكم باش تستقبلوا ضيوفكم في قعدة زينة وحلوة. عندي اليوم حوايج الإناث، هدية الأمين، لعبة لشيماء ومحفظة شاكيب وحذاء تاني اليمة، ويخصني المكياج وطقم الأواني للضيف. وين راح نلقى هادو كامل؟ أريج يوفر لك كل طلباتك بالجودة والسعر اللي يولك. أريج، التسوق للجميع. دائما في الظل تعملين، أنت القدوة بصبرك، وعزيمتك تزيدنا إعجابا بك. بالشجاعة والشهامة تحديت الزمن وتجاوزت الصعاب. أنت التي تزدهر، تنحني ولا تنكسر. نحن اليوم أمامك لنذكرك بجمالك، بحبك وعظمتك. شكراً لحرات الحرائر الجزائريات. مارغرين ماني. ماء سفيد طبيعي غني بالأملاح المعدنية والبيكربونات. ماء سفيد للعائلة مفيد. شركة تيكستي تاك للمصنعات المنسوجة والغير المنسوجة تعرض عليكم منتجاتها المتنوعة بمعايير عالمية. وسائد صحية ومريحة منشف بألوان زاهية، ومنتجات أخرى ذات العلامة الشهيرة لينيا. لينيا ليا وللعائلة. عليكم مشاهدينا الأكارم. إذن الحاج الميلود المثل يقول الشر ما يظلم حد غير اللي جابوا الراسو. يروح يزورهم بالقلب خاطش المحبة في الله. أحمل المجدوب لأن سكان الغرب الجزائري هم يتكلموا بكثرة لأمثال عبد الرحمن المجدوب. إلا كشوة الصبر عاوديه ولي تشوف باش نروح معاه ديرك. صح تباني مليح باش اذا ما ربحتش الراس ديالك. تواجد اليوم بمدينه من المدن الجزائريه وهي مدينه الزيانيه. على أولاد الحامري
عليكم مشاهدينا الأكارم، كما عودناكم كل يوم في نفس التوقيت في حصتكم قالوا ناس أزمان. إذن مشاهدينا اليوم رحنا نتواجدوا بمدينة وهران. هذه المدينة هي الأخرى المعروفة بعادتها وتقاليدها. إذا حبيتوا تشوفوا شكون اليوم راح يفوز معنا بسمارت فون كوندور، ما عليكم غير تبعوني. معك الأخ أمين من وهران. أمين من مدينة وهران. أمين طالب ولا عامل ولا واش؟ أختي نخدم أنايا. تخدم؟ وي. الله يبارك. إذا احنا نعرف بأن الجزائريين معروفين بالأمثال والحكم. أه. وثاني ناس وهران يهضروا بالأمثال والحكم. نيشان. كان يتغنى حتى بلاوي الهواري بالأمثال والحكم. كان يدخلهم في الأغاني تاعهم. أه. إذا تعرف أنت مثلا من بين الأمثال الشعبية؟ مثلا أمثال تاع نهضروا فيها. كل خنفوس عنده مغزل. يقول لك خوك لا يغرك صاحبك. أمثال ما تهضروش بالمعاني. خوك لا يغرك صاحبك. ما يبقى في الواد غير حجاره. يبقى في الواد غير حجاره. يقول لك أنا الحاج، يقول لك كثير الأصحاب يقعد بلا بيهم. إذا حنا اليوم رحنا نتواجد بمدينة وهران، رايحة نعطي لك نصف المثل. أيوا رايحة نعطي لك نصف المثل وتكمل لي أنت الشطر اللي بقى. جبتو صحيح، مؤسسة كوندور رايحة تهدي لك لو سمارت فون. المثل يقول: من لا يطعمك عند جوعك ولا يحضر لك في مصايب. من لا يطعمك عند جوعك ولا يحضر لك في مصايب. هذا واعر، هذا واعر بزاف. عاودي لي كيفاش؟ عاودي لي وحدك دير التحليل. من لا يطعمك عند جوعك. من لا يطعمك عند جوعك ولا يحضر لك في مصايب. اذا هنا عبد الرحمن المجدوب هو يقصد على الانسان اللي ما يطعمكش عند جوعك، يعني اليوم كي تجوع انت وتسحق شكون يعاونك ويعطيك تاكل. من لا يطعمك عند جوعك ولا يحضر لك في مصايب. يوم ما تسحق انت تكون عندك مصيبه ولا مرض ولا محتاج حاجه ولا وما تصيب حتى واحد يوقف معك. سمى هذا المثال خاصني نكمله. كمل. عبد الرحمن المجدوب يقول: من لا يطعمك عند جوعك ولا يحضر لك في مصايب. هذا الانسان كيفاش راح تشوف فيه هذا وعدوك؟ خلاص راح يولي عدوك. بصح تعطيهاني في جمله، كمل الجمله. نعطيوك مهله للتفكير. انا نذكر المواطن الجزائري بان الهدف، او المتفرج الجزائري، بان الهدف من هذا البرنامج هو احياء التراث الجزائري حتى يبقى راسخ في اذهان الاجيال الصاعده. اختي هذاك هو، هذاك هو الجواب اللي عندي، ما عنديش واحد اخر. كنا نتكلموا على الامثال والحكم. اها اذا قلت لي عندك مثل تعرفه. كاين بزاف امثال شعبيه على كل حال، وحنا شخصيا في وهران الحمد لله زعما منطقه يعني قديمه بالتراث تاعها وكل شيء. فمن بين الامثال مثلا يقول لك: ما يغويك نوار الدفله في الواد داير ضلايل، وما يغويك زين الطفله حتى تشوف الفعايل. يعطيك الصحه. اذا هذا المثل على بالك على واش يقولوا؟ ها لي زابارونس سون سوفون ترومبوز كيما يقولوا. يعطيك الصحه. نعم هذا المثل يقولوه على الشخص، على الرجل خاصه، ان الرجل لما يشوف الطفله يشوف جمال تاع البنت، يعني الزين تاع الطفله، صح، تعجبه الطفله يحب يتزوج بها بلا ما يعرف الفعايل، صح، ولما تكون عنده في البيت الجمال نتاعها يروح من قوه الافعال اللي ما هم. صح صح. واذا كانت يعني طيباحه واخلاقها ملاح يبقى يشوف هذاك الزين تاعها وحده والسر يخرج. اذا شبهوها النوار الدفله. لا يغويك نوار الدفله في الواد داير الضلايل، لا يغرك نوار الدفله، لا يغويك نوار الدفله في الواد داير الضلايل، ولا يغرك زين الطفله حتى تشوف الفعايل. اذا حنا اليوم عندنا مثل رفيق، هذا المثل هو لعبد الرحمن المجدوب. رايحه نعطي لك نصف المثل وتجاوبني على النصف الثاني. المثل يقول: لا يطعمك، من لا يطعمك عند جوعك ولا يحضر لك في مصايب. كمل لي النصف الثاني. من لا يطعمك من جوعك. من لا يطعمك عند جوعك، من لا يطعمك عند جوعك ولا يحضر لك في مصايب. اذا انا نخلي لك فرصه للتفكير ونقول بان هذا المثل يقال نسبه للاشخاص او الاصدقاء او الاهل او الاقارب.
يعني أنك حتى تكون بخير عليك وتشوف الناس يعني قريبة لك، يوم تطيح بيك ما يكونش عندك دراهم باش تاكل ولا خلاص زمان ضار عليك، الناس كلها تبعد عليك، ولا جاتك مصيبة تبعد عليك. نقرب لك الجواب، إذا المثل اللي قال عبد الرحمن المجدوب في هذا المثل يقول لك من لا يطعمك عند جوعك، من لا يطعمك عند جوعك يوم الجوع، ولا يحضر لك في مصايب يوم ما تحتاجه. كملي. والله ما عرفتوش. يعني شنو نعطي فرصة لشخص آخر، ولكن قبل ما تروح قل لي واش تقول لكل أمة المسلمة بمناسبة شهر رمضان اللي هو على الأبواب. كما كل عام الحمد لله دائما ندعو ربي كما قلت اللهم بلغنا رمضان، فالحمد لله إن شاء الله احنا على أبواب شهر عظيم، فنتمنى لكل الشعب الجزائري وشعب وهران خاصة كل الأمة الإسلامية رمضان كريم إن شاء الله، وإن شاء الله يكون شهر نعمة وأفراح إن شاء الله ونختمه بخير أعمال. علي. علي من وهران. من وهران باين. الله يبارك. علي مدينة وهران باش تمتاز. تمتاز. معروفة مدينة وهران. بأولياء الله الصالحين. وبالتراث تاعها القديم هنا من كما قال لك من أواخر الزمان ومن مرسال كبير، عندنا أكبر ميناء كاع في. والفنانين؟ الفنانين كاين بزاف، بلاوي الهواري، أحمد وهبي، كاين شاب خالد، وروح خلينا نجبدوش الآخرين. معليش، إذا احنا اليوم عندنا مثل. حبيت نعرف اسكو عندك أنت الأمثل والحكم، تتكلموا بالأمثل والحكم في البيت؟ لا احنا في وهران شويه ما نتكلموش بامثال الحكم. باش تكلموا بالشرات؟ احنا ديريكت. باش تكلموا؟ لا نتكلموا نورمال. كاين امثال تاع بكري اللي كانوا يديروا في القصائد وكاع. عطينا مثل من بين الامثال اللي تعرف. مثل كل خنفوس ولما هو اللي كيعييك، كل خنفوس عنده ما غزال. صحاح. انا عندي مثل هاكا شي خرج العروسه ضربها هاكا. اذا انا اليوم عندي مثل، رايحه نعطي لك نصف المثل وجاوبت معنا صحيح، رايحين نهديو لك ان سمارت فون ان شاء الله. من طعمك عن جوعك ولا يحضر لك في مصايب، من لا يطعمك عن جوعك ولا يحضر لك في مصايب. ما عندي حتى علم عليها، ما عرفتهاش. من لا يطعمك عن جوعك ولا يحضر لك المجدوب. سيدي عبد الرحمن المجدوب. واه بصح ما عنديش نظرة عليها. ما عنديش جواب، نشكل لك جواب من راسي. اذا واش تقول للأمة المسلمة الناس وهران الأهل الأقارب الأحباب؟ واش نتمنوا شوية إن شاء الله بربي هادو اللي زارجيلا كاع يوعاو شوية، راه خاصنا الوعي في الجزائر. إن شاء الله يدخل. إن شاء الله ويدخل علينا بالمغفرة وكاع الأمة المسلمة من كاع في الكرة الأرضية وكاع العرب، وإن شاء الله بربي كما يقول لك إن شاء الله بربي كاع ليكيب اللي راهم في تاع العرب راهم رايحين الكوب دي موند، أنا معاهم إن شاء الله حتى لافين إن شاء الله. يعطيك الصحة الأخ، شكرا بارك. Condor, prenez votre envol. Anaqa, Jouda, Tasmim, Asri wa Taqlidi, Mentouj 100% Jazairi, Zinedad, ta'rad alaykoum athar, yewallem dawq dialkoum, bach tistaqblou dhoyoufkoum fi qahda zinina w flouwa. مجمع أريج التجاري للتسوق العائلي يرحب بكم. هنا نلبي كافة احتياجاتكم المميزة، ملابس وأحذية للرجال، للنساء والأطفال، جناح خاص بالرضع، مع خدمة توصيل إلى منازلكم. عائلة أريج 13 سنة خدمة وخبرة، ويبقى التسوق للجميع.
دائما في الظل تعملين، أنت القدوة بصبرك، وعزيمتك تزيدنا إعجابا بك. بالشجاعة والشهامة تحديت الزمن وتجاوزت الصعاب، أنت التي تزدهر تنحني ولا تنكسر. نحن اليوم أمامك لنذكرك بجمالك بحبك وعظمتك. شكرا لحرات الحرائر الجزائريات. مارغرين ماني. ماء سفيد طبيعي غني بالأملاح المعدنية والبيكربونات. ماء سفيد للعائلة مفيد. حمزة وهران. حمزة من وهران. من ولاية وهران. حمزة أنا سمعتك باللي الجواب عرفته وجبته صحيح، ولكن تعمدت نخليك للآخر حتى نعرف الشباب الآخر ولا عنده يعني يعرف هذا الجواب ولا لا. حمزة قبل ما تعطيني الجواب حبيت نسألك سؤال معين. يعني السؤال يقول علاش في رأيك الأمثال والحكم هذون قرضوا يعني في الآونة الأخيرة؟ وش هو السبب؟ نقاردوا الأسباب بزاف. كاين دروك رانا في عصر التطور ومواصل التواقع الاجتماعي وهالصوالح وكذا، جابوا غنى جديد، جابوا هضره جديده، جابوا ولاو بديل لهذا الشيء هذا اللي كان عندنا مولود ثقافي من قبل، وهضره جدودنا وهضره اولياء الله الصالحين وكذا، بدلوها بهضره واحد اخرى كاع. اذا في رايك يعني للاسف يعني هذه هي التكنولوجيا اللي تغلبت. تغير سبب اخر. نعم. سبب اخر اللي نظن ان احنا نشوفوه في الاونه الاخيره. نعم. يعني احنا نشوف ناس زمان كيفاش كانوا يتكلموا الامثال والحكم، كان الجد والجده والاحفاد والعروسه. نعم. يريدهم يقعدوا كاع اونصومبل ويتكلموا بالامثال والحكم. نعم. نشوف اليوم بان كل شخص يتزوج يروح يسكن وحده، يعني وهذيك صله الرحم والقعده ما بقاتش. نعم شاطرك شاطرك. لو كان الواحد الانسان يروح كاع ضيف ولا تجتمع عائله تلقى كل واحد قاعد بتليفونه، لا هي في لا كونيكسيون لا هي في حاجه اخرى، كاع ما بقاش هذيك القمنه تاع بكري، ديك القعده تاع بكري، الجدات رياح والجدي رياح، وكاع الناس تسمع لبعضها وكاع الناس تدي تلفت عند الناس الكبار وكذا، ما بقاش هذي. اذا انا ناكد للمشاهد بان في الايام هذه القليله احنا جلنا عده ولايات، نظن 15 ولايه منها وهران. اذا الكل يتفق على كلمه واحده وهي انه التكنولوجيا هي اللي خلات يعني تتغلب على الامثال والحكم، والامثال هي حكمه تخلينا يعني نتصرف في حياتنا بحكمه. نعم. اذا المثل يقول من لا يطعمك عند جوعك ولا يحضر لك في مصايب. نعم هذا مثل تاع سيدي عبد الرحمن المجذوب الولي الصالح الصوفي المربي، معروف عليه كان يجوب ويتمشى في البلدان مختلف البلدان من المغرب الاقصى، دخل عندنا هنا الجزائر شحال من مره، وكان يتمشى وينقل الحكم والتجارب تاعه، التجارب الشخصيه اللي عاشها هو مع العائله تاعه مع المحيط تاعه، كان ينقلها للمريدين تاعه والفقراء تاعه والطلبه تاعه، وكان ينقلها ثاني في مختلف احياء المغرب العربي، ومنها هذا المثل اللي هو المعنى تاعه كان معنى عام يقول باللي اللي ما يوقفش معاك في الوقت اللي ما يوقفش معاك في وقت المحاين، اللي ما يوقفش معاك في وقت الضعف ما تقارع منه حاجه. نعم يعني ما تقارع منه حتى حاجه، ما تحسبه مفروعك حاضر ولا غايب. هذا الجواب صحيح. اذا تصفيق على وليد وهران. هو الجواب صحيح. هي اعطيني فرصه غير نقول لك باللي اعطيني فرصه غير نتحدث على ولايه وهران. هي ولايه وهران ولايه عريقه، عندها ثقافه، عندها ناس، مساهمه بزاف اجتماعيا، مساهمه بزاف ثقافيا، مساهمه بزاف علميا، من امثال الناس اللي ساهمت سيدي محمد الوهراني، سيدي طيب مهاجي معروف علامه كبير، من امثال الشهداء اللي ساهمت في الثوره تاع اللي كاينه
احمد زهانة، احمد زهانة وجماعه بزاف كبار كانوا هنايا، ولا سيدي غانم والزماله بزاف. ودروك عندنا صروح علميه كبيره هنا في وهران من امثال الزاويه البلقائديه في سيدي معروف، راهي تدير كل عام، يعني كل عام تدير ملتقى علمي كبير يجوه من مختلف اقطار العالم علماء في رمضان، ومفتوحه للجميع ومعروضه للجميع. وهران شنو باغي نقول لكم؟ وهران ماشي غير تاع زهو، وهران ماشي غير تاع غنى، وهران ولايه عريقه اصيله، وهران حاجه كبيره، وهران فيها الزاويه التجانيه، فيها الزاويه البلقائديه، فيها الزاويه القادريه، وهران فيها المساجد، فيها بزاف صوالح. العام اللي فات كانت هي الاولى فاتت حتى القاهره في مصر، هي الاولى باستقبال المصلين في المساجد تاعها في التراويح. وش باغي نقول لكم؟ شكرا لكم. يعطيك الصحه الاخ. انا تاكدت يعني الجواب باللي تعرفوا، يعني ماهوش جوجل، حسب المعلومات اللي مديتها على مدينه وهران. انا كذلك نشاطرك، يعني نشاطرك، ودائما يكون عندي دائما خصام مع اصدقاء بما اني انا من الغرب الوطني. دائما يقولوا على وهران هي مدينه الزهو، يعني احنا نشوف بان هذا المصطلح اللي يقولوا انا مدى بيا يمتحى. واش عرفت على مدينه وهران؟ يعطيك الصحه، الله يحفظك. مبروك عليك لو سمارتفون. مؤسسة كوندور واش تقول لها والأمة المسلمة بمناسبة شهر رمضان؟ كوندور نقول لها بارك الله فيكم، انتم راكم شركة جزائرية ونتمنى لكم النجاح كل عام وكل فترة، ان شاء الله نتمنى لكم رقي كبير، ونتمنى لكم ان شاء الله تنافسوا حتى سامسونج على هلا، ونتمنى الأمة الإسلامية هذا العام تصوم بالصحة. خوتنا في سوريا ان شاء الله نتمنوا لهم ربي يفرج عليهم كاع وكاع الناس المظلومين، والحمد لله يا ربي. يعطيك الصحة الأخ، وتصفيق على وليد وهران. يعطيك الصحة. اليوم تدللي يا ابنتي ما دمت حيا، لا أدري ماذا سيفعل بك رجل ستحبينه. إذن مشاهدينا، نأتي إلى نهاية هذا العدد من برنامج قالوا ناس زمان، لنشد رحالنا متجهين من مدينة وهران إلى مدينة أخرى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وأقول لكم إلى اللقاء. أنتم من حول مائدة الفطور نقول لكم صح فطوركم وإلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندوغ. قدم لكم هذا البرنامج برعاية زين الدار، مجمع أريج، ماني، سفيد للمياه المعدنية، وتيكستي تاك. كيفاش كنا نديرو من قبل؟ Condor, prenez votre envol. Anaqa Jawda Tasmim asri wa taqlidi Mentouj 100% jazairi Zinedad ta'rad alaykoum athar yewalem dawq dialkoum bach tistaqblou dhoyoufkoum fi qa'da zinina w hlouwa. عندي اليوم حوايج الإناث، هدية الأمين، لعبة لشيماء ومحفظة شاكيب وحذاء تاني اليما، ويخصني المكياج وطقم الأواني للضيف.
وين راح نلقى هادو كامل؟ أريجي يوفر لك كل طلباتك بالجودة والسعر اللي يونك. أريجي، التسوق للجميع. دائما في الظل تعملين، أنت القدوة بصبرك، وعزيمتك تزيدنا إعجابا بك. بالشجاعة والشهامة تحديت الزمن وتجاوزت الصعاب. أنت التي تزدهر، تنحني ولا تنكسر. نحن اليوم أمامك لنذكرك بجمالك، بحبك وعظمتك. شكراً لحرات الحرائر الجزائريات. مارغرين ماني. ماء سفيد طبيعي غني بالأملاح المعدنية والبيكربونات. ماء سفيد للعائلة مفيد. شركة تكستيتاك للمصنعات المنسوجة والغير المنسوجة تعرض عليكم منتجاتها المتنوعة بمعايير عالمية. وسائد صحية ومريحة منشف بألوان زاهية ومنتجات أخرى ذات العلامة الشهيرة لينيا. لينيا ليا وللعائلة.